هنا سوق العشار الشعبي أحد أشهر أسواق البصرة، يرتاده الآلاف يوميا ويستقطب مختلف الطبقات الاجتماعية، ويتميز بالبضائع المنخفضة الأسعار. ينتشر في منطقة العشار في البصرة عدد من الأسواق التجارية الشعبية، لعل أبرزها سوق العشار الشعبي هذا. هنا تنتشر المحال على جانبي هذا السوق لتعطي الزائرة خيارات تسويقية متعددة. هذا سوق العشار المعروف على مستوى العراق بصورة عامة، ويعني سوق شعبي، لكن اليوم سوق العشار صار محط أنظار بصراحة، الكل زائر يجي محافظة البصرة تحديدا. سوق شعبي معروف شوي رخيص بجميع الحاجات المستلزمة، كل شيء مثل أكسوارات، جنات، حقائب، كل شيء متوفر في هذا السوق. محله تقدم الحلويات العراقية المشهورة والألبسة النسائية والرجالية وألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل والعطور. وكل شيء موجود به، جنط، حقائب، أحذية كرام، أشكال وأنواع به، كلها رخيصة. هو حاجة ب500 بلف، أكثر حاجة ب10,000 دينار. هو كان بالأول متروك، بس هسه عالم تمشي به وحلو، أسواق ومحلات وزين، أحسن من الأول. بالأول بس منا بيوت ومنا سياج مال المدرسة تمشي العالم، ما أعرفه المصلحة، بس هسه تحسن. يشتهر هذا السوق الشعبي بأسعار البضائع المنخفضة مع المحافظة على جودتها، حتى بات قبلة المتسوقين البصريين والسياح العرب والخليجيين أيضا. هذا يشبه عندنا من الأسواق الشعبية الموجودة في العاصمة مسقط، وأيضا في المناطق الداخلية، بما يحتوي من ملابس وأشياء يعني يستفيد منها الشاري يعني. تعرض هذا السوق في السنوات الماضية لتفجير إرهابي أوقع عددا من الشهداء، لكنه لم ينل منه، ليبقى معلما أساسيا من معالم البصرة. عبد الله ظاهر، البصرة، الميادين.